ايش الصور الحلوه اللي شفناها من رحلتك الاخيره لبالي؟ انا عن نفسي جدا حبيتها، واكيد اللي بيتابعوك اعطاهم حماس انه يروحوا يشوفوا بالي. عن جد هبه، ما بتتخيلي قديش كميه الناس اللي قالت لي اعطينا الاوتيلات اللي قعدتي فيها، احكي لنا اكثر عن الرحله، وين رحتوا، شو عملتوا، لانه كثير ناس حبت انها تزور. وانا بصراحه قلتي على الناس مرة شكرا. اي ما هو انا بصراحه ما بحب كثير نزل صور عن شغله وحده، بس قد ما كان المكان عن جد اكثر من رائع، يعني من اجمل البلدان اللي رحت عليها، فحبيت اني هيك كون كريمه بالصور والاكتيفيتيز. انا بفكر ممكن اروح بالي الفتره الجايه. لازم تروحي. لانه الصور اللي حطيتيني اياها فيها بات مره حلوه. اكثر شيء المرجيح انا مره حبيتها. يو كان ريلاكس، فيكي تعملي ريلاكسيشن، وبنفس الوقت اذا حبيتي تعملي اكتيفيتيز وتنزلي على السوق وعلى سيتي سنتر وبتحبي البيزي لايف كمان بتلاقيها كلها بنفس الجزيره. والشعب هبه ما في اطيب منه، يعني كثير هيك فريندلي وبرحب فيكي ومسالم وكثير امان. يعني لو بدي احكي عن بالي ما راح اخلص. انت شو اكثر شيء حبيتي؟ المرجيحه اللي من كنفسي من جد اطلع فجاه عندك بس اتمرجح وارجع. عن جد لانه هالاكتيفيتي انا ما توقعت ابدا يكون في يعني اقبال من الناس انه واو المرجيحه، بس هي مش سهله على فكره. في ناس تمسخروا علي بس كنت خايفه انه كلها مرجيحه، بس شفت الفيديو كانت هي على الوادي، يعني عن جد اميزنج شو هالاكسبيرينس.